قراءة طبعا راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لإلك أو طاقتها تنطبق عليك. خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل. عم شوفك عم تركز، رح تركز على الأمور الإيجابية، يعني في عندك بالمستقبل نظرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية، يعني بدك تنظر على الجمال الأشياء، على الإشي الجميل بالشي وتركز عليه. أيضا عم نشوف من ناحية الكوميونيكيشن أو من ناحية التواصل، في عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح، شخص رح تتفاهم معه، بجوز هو نفس الشخص هيدا يصير في بينكم للمنفصلين رجوع، وللي للي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا. عم شوف من ناحية التواصل، يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل، ولكن عندك نايت اوف بنتكلز، هالفارس فارس الكوينز أو فارس النقود حركته بطيئة شوي، فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة، ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر، يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر. أيضا أنت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي، عم شوف إنه أنت ناين أوف كابس، أنت بتفكيرك عم تطمح إلى كيف توصل إلى الرضا النفسي أو إلى الرضا الذاتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص. فبشوف من جهة برج الأسد البعض منكم فعلا بده يحط مجهود بهالعلاقة. أيضا الأبراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما أنسى، قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقبلية، الأبراج اللي ممكن أنت عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية، ولكن بتوقع أغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك. ممكن عم تكون عم تتعامل مع أبراج ترابية، مش عم تشوف كتير أبراج مائية، ولكن بالغالبية ترابية وأيضا هوائية. ممكن يكون مائي هالشخص، ولكن مش كتير مبين عندي مائي. ممكن يكون أي برج طبعا، هاي فقط احتمالات. بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة أو خطوته في المستقبل، عم شوف إنه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص، عم يحاول يتقرب إلى الله أكتر، أو عم يحاول يعني يرتقي أو يعلى بروحانياته، لأنه هو بده، عم شوف بده أيضا يصلح الأمور معك من الناحية العاطفية، بده يكسبك كصديق هالشخص قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم. عم شوفه منعزل، وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه هو عم يراقب من بعيد علاقتك، أو عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص الجديدة بحياتك. شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله، عم يبحث عن أجوبة بالمجال الروحاني، أو عم يحاول إنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي، لأنه مبين إنه هو بخطوته القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة، في أوراق مائية هون كتير. فمن الناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك، أو كتير بيكن مشاعر لإلك، إلى إنه
عنده 8 اوف سوردز، فهالشخص من الناحية العقلية مشوش، لسه مشوش، لسه في عنده مخاوف داخلية. أيضا عم يحس إنه هو بصراع، عم يحس إنه في منافسة بينه وبين الأشخاص اللي حواليك، أو في منافسة بينه وبينك تجاه إشي معين. عم يحس إنه العلاقة بينكم فيها كتير من مش التناقض، ولكن فيها كتير من التحدي، وهو عم يحس إنه دائما لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص. ولكن عم شوف إنه عنده The Empress Card. The Empress Card هي امرأة بتتمتع بحنان عاطفي كتير كبير، يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم، تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك أنت شخصيا. عم شوف إنه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة، وأيضا فقط هو في عنده شوي تشويش وشوي مخاوف وبارانويا. بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل هيلينج، فأنت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم، أو كيف تصلحوا الوضع بينكم. عم شوف إنه أنت عندك النية وهو أيضا عنده النية إنه في يكون تصليح للأمور والوضع بينكم. أيضا عندك Temperance Card. Temperance Card أيضا ترمز إلى الشفاء، يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المسج أو نفس الرسالة. فأنت وهو بدكم توصلوا إلى نقطة وسط أو نقطة عدل أو نقطة تحلوا فيها الأمور بينكم، بالذات من الناحية العاطفية، لأنه في عندكم Ace of Cups، يعني في عندكم بالعاطفة برج الأسد بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص، وممكن تكون مع يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد أو شخص آخر. ولكن عم شوف للبعض منكم برج الأسد اللي منفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع الحبيب Ace of Cups، يعني في عندك بدايات جديدة. أيضا The Chariot, The Lovers. طيب ممكن أنت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء، هالكارت بتبع برج الجوزاء. ممكن عم تتعامل مع برج السرطان، هالكارت بتبع برج السرطان. ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الثور، أنه هالكارت عم يتبع برج الثور. أيضا جميع الكروت التوضيحية بالدك هاد جميعها ميجر أركانا أو من الكروت الكبيرة، يعني في تغيرات كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص. هلا نسوي بريك داون لكل كرت. The Lovers Card، انت وهو رح تنحطوا بمطرح في يكون اختيار، او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين، او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا، او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا. يختلف الوضع من شخص الى اخر. ايضا The Chariot Card، يعني في عندكم تقدم رح يكون سريع، بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض، الوضع الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع، لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام، وايضا رح يكون تقدم كتير سريع. بالنسبة لهالكارت اخر كارت The High Priest، في عم شوف انه انت وهو عم تفكروا بالتزام جدي او ارتباط جدي، لانه هالكارت كارت الزواج، ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج، ولكن يعني شيء جدي. يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجوال او علاقة عادية، ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها ارتباط او التزام جدي. أيضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع إلى خطوبة، أو من خطوبة إلى زواج.
الفكرة بها الكرت إنه الأمور يعني رح تطلع ستيب أعلى أو رح تطلع خطوة أعلى. فهاي طاقتكم المشتركة مع بعض كتير كتير منيحة. عم شوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة، عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي مع الحبيب، في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا رح تستغلها انت وهالشخص، ولكن في عندك فرصة ايس اوف كابس، في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني صفحة جديدة. وايضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة، ففي فرصة لبرج الأسد كتير عالية ببدايات حب جديدة، وأيضا تواصل كتير سريع وكتير منيح. أوكي حبايبي برج الأسد، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.